عليكم. اذا في حقيقه هذه البادره اللي كنشوفوا هي بادره طيبه من طرف تعاونيه اريج الغابه، هي ما هي الا تعبير ولا نتيجه من المجهودات اللي تقامت بها كاع وزاره الفلاحه وجميع المؤسسات ديالها من اجل النهوض كل ما هو منتجات محليه. ولكن في الحقيقه هذا بالنسبه لينا حنا هذه التعاونيه كتشكل واحد عندها واحد الخصوصيه بصراحه، هي انها تعاونيه عصاميه وتعاونيه تبارك الله عليها كتناضل وكتستافد من اي تجربه ولا اي اسواق حاولت الاداره تدخل عليها والا كنلقاوها سباقه وكتجتهد. وفي الحقيقه انا برافو عليها من خلال انها حاولت تجمع هنايا، جيت لقيت بزاف التعاونيات بزاف المنتوجات ديال الجهه وخارج الجهه، ما شاء الله الله يسر لها بخير. أنا من خلال تعاونية أريج الغابة اللي غنوصل تعاونيات الأخرين هما يديروا شي حاجة اللي عرفوا رسهم هما متمكنين منها. أولا ما تجيش تبني تعاونية وتقول فقط باش نستفد من الدعم ولا هذا، لا، مثلا أريج الغابة هي كتميتريزي، هي كتعرف الأعشاب وكتطورت راسها وكونت راسها ومشات كتشارك تكويناتها في الدار البيضاء وكتقلب على أي تكوين عاد باش قدرت دير المشروع ديالها وعاد جوج باش تقلب على التسويق. يعني للأسف تعاونيات كيجيو كيقول لك حنا بغينا الدعم هذا، خصهم يبنيو المشروع ديالهم من خلال حاجة اللي كيحبوا كيعرفوا كيميتريزيوها. مسيو دام بونجور، فوالا جو سويز هابيتون دو ليفيرناج Et je suis très satisfait de pouvoir trouver des produits de tout le Maroc, pas loin de chez moi, de très bonne qualité. Donc j'invite tout le monde à venir à ce magasin. Voilà, merci beaucoup, au revoir. الرحمن الرحيم. الاسم الكامل بشكك حسن، رئيس تعاونيه أريج الغابه لاعشاب التنبيه والعطريه وتقطير الزيوت الاساسيه والنباتيه وكذلك صناعه مواد التجميل الطبيعيه. احنا اولا كنشكر سي جواد منبر الحوز على هذه الالتفاته واللي شرفنا في الافتتاح ديال هذا المحل ديال المنتوجات الطبيعيه والمنتوجات المجاليه اللي فيه تقريبا واحد المجموعه ديال التعاونيات وفيه واحد المجموعه ديال المنتوجات المجاليه اللي مرخصه من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه. والحمد لله هذا المحل جاء لاستجابه لواحد الطلب مليح ديال الزبناء ديالنا في مراكش، وكذلك الانفتاح تعاونيه أريج الغابه دارت هذا المشروع هذا باش تنفتح على التعاونيات كذلك باش تمكن لهم في هذا المحل هذا باش يسوقوا المنتوج ديالهم.